فيروز، طاقة اسمك رقم 6. الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة القيامة، الحجر الكريم الملائم، الزمرد والفيروز. أنت فتاة محبوبة وشذابة، عاطفية، أنيقة، ماهرة وجدية ومتقنة في عملك. تهتمين بأسرتك وتسعين للحفاظ عليها وإسعادها. تحملين طموحات عالية وتودين تحقيقها، لكن تعترضك ظروف صعبة. مبدعة في أعمالك ويجذبك كل ما هو جميل وجذاب. تحملين العناصر الأربعة في اسمك وتتأقلمين مع كل الظروف الصعبة التي تواجهك، وإن شاء الله تتغلبين عليها. لديك فراق من أهل بيتك، تواجهين العديد من الأمراض، تملكين روحانية عالية في اسمك، تودين السفر لكنك تواجهين عراقيل ونحوسات تمنعك من السفر. تناسق العناصر في اسمك يمكنك من تحقيق الكثير من الأمور المهمة في حياتك، لكنك تتحملين مسؤولية أسرتك وتسعين جاهدة لإسعادها. تملكين حروف المال في اسمك، وإن شاء الله تكون حياتك المادية جيدة. والله أعلم، والله الموفق.